صباح الخير يا أنسة سارة، عاملة ايه النهاردة؟ برضو قافلين لك الستاير بتاعت الشباك. اهو كده تهيألي كده احسن، على الاقل يعني يبقى في فرق بين الليل والنهار. فطرت يا أنسة سارة؟ ربنا وحده اللي يعلم اذا كنت بتجوعي وتشبعي زينا ولا لا. ايه رأيك في شوية شمس زي بتوع امبارح؟ تعالي. يا سلام اهو كده. تعرفي يا انسه ساره، انا رأيي ان من رحمة ربنا علينا ان محدش يقدر يعرف التاني بيفكر في ايه ولا بيحس بايه. كل واحد فينا دولة مستقلة او جزيرة محدش يقدر يدخلها غير ملكها او ساكنها الوحيد. على فكرة انا قريت الملف بتاعك يا سارة. اسمحيلي اقول لك سارة كده حاف، صحيح انتي مش هتقدري تقوليلي حسن ولا حتى الدكتور حسن، لكن يعني نرفع الكلفة من جانب واحد. الملف بتاعك تعبني قوي يا سارة، يومين كاملين من غير نوم لحد ما خلصته صفحة صفحة. انت بتكلم مين يا دكتور؟ انت هتقف مبلم كتير؟ انا بسألك بتكلم مين يا دكتور؟ بكلم سارة. سارة؟ سارة مين؟ دي اسم الحالة يا دكتور. تصور انا نسيت ان اسمها سارة. بيحصل اسمها عليك يعني بيحصل. الواحد يا سارة عجز يا دكتور فايز. معاليك؟ معاليك في كامل اللياقة الذهنية، ده سهو، مجرد سهو عادي، ولا ايه يا دكتور حسن؟ انت بتكلم سارة ومستني ترد عليك؟ لا طبعا يا دكتور، انا كنت يعني هو اصله دكتور يعني ما يعرفش حالتك كويس، فاكر انها سامعاه. من فضلك انا عارف حاله ساره كويس. عارف حاله ساره كويس وبتدردش معاها وعايزها ترد عليك. اصل انا يا دكتور عندي احساس انها سامعاني. عندك ايه احساس؟ عندك احساس؟ ايه ده؟ معقول؟ أنا لما كنت بقعد على الكنبة دي كان بيبقى قدام السرير، حصل تغيير. سناء يا سناء! نعم يا فندم. تعالي يا نعم. سناء نعم. رد عليا، مين اللي قالك تحرك السرير ومين اللي رفع الستارة؟ ردي ردي يا سناء! أنا يا دكتور، أنا اللي حركت السرير ورفعت الستارة. يعني مش واقف تتكلم عن الحالة وبس؟ لا، وحركت السرير ورفعت الستارة. يا دكتور كنت عايز اشوف تأثير الضوء على سارة. الله الله الله، يعني انت يا استاذ اللي حركت السرير وحطيت الحالة في الشمس كده؟ ايوة يا دكتور، جسم سارة محتاج يتعرض للشمس. ويا ترى بقى هي اللي قالت لك شمسني؟ معقول السؤال برضو يا دكتور؟ لا طبعا انا اللي قلت. انت اللي قلت يا دكتور يا مبتدئ؟ انا كل اللي اعرفه في الطب بعد عبقريتي ورحلتي الطويله في الطب النفسي ان الدكتور المعالج هو اللي يقول، يا اما الحاله هي اللي تقول والحاله ما قالتش والدكتور المعالج ما اتكلمش. فانت بكده يا استاذ ارتكبت خطأ جسيم. ايه الخطأ الجسيم في ان الاوضه يدخلها شمس؟ يا ابني يا ابني ركز معايا، الحاله دي اسمها 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 العوده لوضع الجنين. ايوه، العودة إلى وضع الجنين، يعني الحالة كأنها لسه في رحم الأم. إيه يعني يفرق إنها تبقى منورة ضوء أو ضلمة كحل؟ ثبت علميا يا دكتور إن الجنين في بطن أمه بيتأثر بالضوء، وبما إن سارة مش فارق معاها يبقى ليه نحرمها من الشمس؟ وده زي ما حضرتك عارف غذاء طبيعي رباني. يعني إيه ده؟ إيه ده؟ بيديني محاضرة، بيناقشني، بيتجادل معايا. هو هل يجرؤ يا سعادة الباشا؟ هو بس خانه التعبير، يعني هو كان عاوز يقول لسعادتك. إيه ده؟ أنا قعدت على حاجة ناشفة.
ايه اللي جاب الملف ده هنا؟ ده ملف حالة سارة يا دكتور. والحالة برضو هي اللي طلبت الملف بتاعك عشان تشوف الصور وتتفرج عليها؟ لا يا دكتور، اصل انا كنت انا اللي ايدي وقعت على حالة تسيب خطيرة، حصلوني على مكتبي يا دكاترة. ايه يا دكتور؟ بتعمل ايه؟ يا دكتور الحالة محتاجة تتحط في الشمس. يا سيدي ولا شمس ولا هوا ولا قمر. بالراحة رجعها مكانها لما نشوف هنعمل ايه في الكارثة اللي تحطنا فيها دي. بالراحة عليها. يلا بالراحة. يلا سارة يلا هرجع لك تاني. يلا.